مرحبا من جديد، رجعنا على سكايريم ورجعنا على وايت رن. عودة إلى وايت رن، وراح أخلع هاي الخوذة. مرحبا، إحنا بعد السيف تبعك ما لقينا لك إياه. هذا هو هذا صاحبنا. You tried mercenary work? It might suit you. مش عارف هذا ولا واحد تاني اللي طلب مني. Right then. تا انت هون انت بتعلمني بالون هاند. Sometimes I miss the soldier's life. No. But when I hold my daughter in my arms. بعتقد بلا هذا هو اللي طلب مني اني اجيب له السيف تبعه. لا شو هاي؟ بس رينجس. Amrin's family sword. Yep. I know I made the right choice. Yep, هذا هو. بس لسه بعد ما مش جاهزين لحتى نروح ننفذ له المهمة تبعته. انت لا انت مش. What are you looking at? I'm not afraid of you, you know, even if you are my elder. تعا يا كلب، تعا ميكو، تعا. رجعنا على بيتنا اخيرا. ولوسيا، وين لوسيا؟ اها. تعال لوسيا، تعا شوف شو جبت لك. لوسيا انا مش ملاقيها. لوسيا وين راحت؟ معقولة تكون فوق؟ هذا ضايعة. غريب. وين معقولة تكون لوسيا؟ هذا الصندوق تبعي حاطط فيه بعض الكتب. أنا لقيت كتاب ما هيك؟ هذا فيني هاي كل الكتب اللي انا هلا مش راح استعملها بعد ما قريتها. مهارات مش حابب اني هلا اطورها. لحظة انا شفت كتاب في منه اثنين. ليش في منه اثنين؟ فيني ابيعهم هذول الاثنين. شو نعمل معك انت يا كلب؟ عن جد لوسيا وينها؟ الكلب تبعي فيني اني اتركه هون؟ فيني هون لخليك هون؟ We will stay here for a while. So just اوكي، ده كان الكلب بصير مثل فولور لإلك. فنفس ال تمام حلو. لكان هيك الكلب تركته انا هون. اذا بحال طلعت بيلحقني ولا بيلحقنيش؟ ما لحقني. طيب ما دام ما لحقني، عاوز اول شيء اروح ادور على لوسيا اشوف وين هي، وعاوز ازور الشجره اللي بسكايرم بعدني ما زرتهاش. يمكن تكون لوسيا هون. معقول تكون موجودة بال بأسوأ الأحوال، إذا بحال ضاعت فيني أرجعها بنفس الطريقة اللي رجعت فيها ليديا. شباب حدا شاف بنت صغيرة عمرها 10 سنين؟ مش موجودة هون. You look like someone. هذا الشخص اللي كان هلا عم بيحكي معي وبيعرض عليك إنك participate in a drinking contest with Sam. هذا الشخص كمان بتلاقيه بأماكن متفرقة من اللعبة وبيطلب منك انت مش لوسيا. بيطلب منك واو الشجرة تغيرت. A doggy. Papa, I didn't know you had a doggy. نعم جبت لك كلب. So cute. نعم. Could I keep him? Of course. Please. Of course. Of course. Sure. When I don't need him, he can stay with you. لما أكون أنا مش بحاجة له بضل معك بالبيت. Wow, thanks, Papa. نعم. حلو إنه ب بهيرث فاير عاملين هيك شغلة إنه الكلب اللي بس ليه لوسيا ليش أنت ليش هون برا أنت؟ Braith is a big meanie.
She keeps telling Lars and me what to do. I don't want to play with her anymore. مين هاي؟ مين لاصة؟ ها؟ مع مين عم تحكي؟ إذا كان لوسيا يعني بتروح بتطلع من البيت وقت ما بدها، بترجع وقت ما بدها. لوسيا go home. Oh, come on, just a few more minutes, please. طيب حرام. اوكي مثل ما بدك. You're the best. Thanks. أنا عم بطلعها كثير للبنت. By Izmir, you've helped save the Gilda Green. Words can't express what that means to this city. أها، عم بحكينا على الشجرة، عم بقول لي إنه أنا أنقذت الشجرة هاي. واو. بس لا تشحطي ها. وين دانيكا الكاهنة؟ واو، أنقذنا الشجرة. دانيكا بدي أحكي معها. أشوف شو حتقول لي بعد ما أنقذنا الشجرة. ليش هيك عم تعمل لي؟ عم بتقول لي يا هذا ما بيحكيش معي. دانيكا شجرة حلوة. A fine day to you, friend. May you die with a sword in your hands. أها شكرا. Grace of Kinnereth be with you. نعم. طب أنا يعني أنقذت لك الشجرة، ما فيني أخذ الإشي هاي for free ببلاش. The pain is so great. The fever. My body burns. تعال نطلع لبرا. و شو بدي أعمل هلا؟ Talos the unerring. Talos the unassailable. Do you we give praise. هاي لكان شجرة Elder Gleam اسمها. هذه هي Elder Gleam. أنقذناها. Very nice. ولوسيا عم تلعب بعد بالشارع. وانا شو بدي اعمل؟ ما في شيء ثاني اعمله. My favorite drinking buddy. Let's get some mead. شو الوصفة؟ كله عاوز يشرب معي؟ مرحبا. What do you need, my friend? عاوز اشتري. Trinkets, odds and ends. That sort of thing. No, شو عندك؟ ممكن هيك اشياء نشتريها وناكلها. ايوه. Remember. Remember, شو remember؟ عاوز اكل. Fresh fruit and vegetables every day. شو شرب هذا؟ وهي عم تاكل كمان. I ain't done nothing. There's a rift here in Skyrim. Can't neither magic nor the passing of time make it right. There's a rift in Skyrim. عم تحكي يمكن على Ulfred, patron of the great clan Battleborn. عاوز افرجيكم شغلة تانية كمان. تعال نفوت على البيت تبعنا. عاوز افرجيكم شغلة تانية فيكم انكم تعملوها. هالو ميكو. طيب الشغلة الثانية اللي عاوز أعملها الشغلة الثانية اللي عاوز أعملها ليديا أنت هلأ هون stupid dog. مدام أنت هلأ هون بالبيت equip item. إحنا هلأ بالبيت هون أوكي. فعاوز أعمل شغلة أفرجيكم عليها. فيك إنك تغير شكلك. إذا ريحة على الطريق. Stupid dog. أوب 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 أوب. ليديا عم بتقول له stupid dog. ليش؟ ليش يا ليديا حرام؟ طيب. شو راح أعمل هون؟ راح أفرجيكم على شغلة. خليني بس. أيوة. وشيل هذا. راح نعمل إشي هلا هون. راح أقول له أول شيء رح أشيل هاي عن ليديا ما رح أعلم عليها. لحتى تغير شكلك أثناء اللعب فيك تقول له show race menu.
الأمر هذا بترجع وبتظبط بشكلك مثل ما عاوز، بس يستحسن إنك لا تعدل أشياء يعني كبيرة، مثلا لا ما تعدل الريس تبعك، لا تفوت تغير بالأشياء هاي لأنه ممكن تعمل تأثيرات سلبية ما عندي أي فكرة عنها. أنا هون عاوز أول شيء السكين تون، خليه هيك ويت، على اعتبار انه الزلمه شوي يعني اتمرن كثير فراح نكبره وحده بس هيك بنكبر فيه. تعال نقرب عليه. انا بعتقد ال 65 هي هيك اوكي، فراح نرجعها على 30 35، بس لحتى اطلع هيك عليه عن قريب وانا قاعد عم بغير له شكله. Nose type. No, هالشي هذه هي نفسها يعني، ما مع انه حسب ما لاحظت مثل ما لاحظته لما انا لما دخلت على لحتى ارجع اغير بشكله غير لونه، في اشياء تغيرت، فبس قاعد عم بتاكد انا انه الاشياء الاساسيه بعدها هي نفسها. اي كلر ما راح اغير له لون يعني. اللي عاوز اغير لي اياه بالواقع هو شعره، ممكن يكون مثلا شعره شوي طويل فينا، هو كان هيك هتلاقي رجعه هيك صار كتير قريب ومش شايفه واضح، فعاوز اغير له شوي شعراته. اها اوكي، و لحيته ممكن تكون كمان شوي كبرت. راح نغير له كمان لحيته ولا نحلق له اياها، صار هيك. طيب تمام، طيب وهيك بتكون غيرته لها الشخص هذا. بنقول له finish and rename. yes، فيك تغير له اسمه اذا انت حبيت. اها غيرنا، نرجع الفيلد اوف فيو على 65 وهذا هو تغير. بنرجع بنلبسه هلا، لو بحافظ لي على ترتيب الاغراض اللي انا حاططهم. عاوز اشتري الفن ارمر. ليدي عم بتقول له ستيوبد دوغ، تعي ليدي تعي، عاوز اشتري الفن ارمر، هاي بعض الشغل الناقصة. اوه بعض لابس العدة، تمام، بعض لابس اللبس تبعه، الظاهر بس تطلع بريت المدينة بتغير ثيابه. حلو، طيب تعي ليدي، وين هاي هوني؟ تعال نشوف شو قصتها، يمكن هذول عندهم الفن ارمر، واذا ما عندهم راح اطلع عند الكلب صوته واصل لهون. مرحبا، ويلكم تو وار ميدنز. ايوه تيك ا لوك، عاوز لو سمحت الفن ارمر. نفسي افهم ليش ما حدا بيحب يبيعه الالفن ارمور. ستيل بليت، كل ما مستواك بيرتفع كل ما تلاقي عده افضل بتنفتح قدامك، بتنفتح قدامك اشياء اكثر. بس انا عاوز اللي عاوزه انت ما عندكش اياه، وانا هذا اخذته من مكان ليديا بداش اياه، وهذا ليديا بداش اياه. خد هاي. Good doing business with you. She looks nice, huh? وهاي اللي على راسها حلوة كمان. تعال ليديا، راح نطلع عند يورلاند، اسمه يورلاند جريمين. راح نطلع لعند يورلاند جريمين اللي قاعد فوق على السكاي فورج. ما بعرف إذا بحل
Is that? Tiny trinkets for your good lady, all crafted by the great Eorlan Greymane himself. Lucia بعد هون ولا راح لا؟ Talos is the true god of man, ascended from flesh to rule the realm. نفسي هذا أسكته. فرح نشوف هذا الشخص هون ممكن يكون في عنده ألفين آرمور. ما بعرف إذا بيصنع هو ألفين آرمور. Should I be holding the blade further away than I would a smaller one? If you keep it in close, you'll have more. مرحبا يا شباب. But it can be harder to balance a strike. مرحبا. I guess that comes down. Got a lot of steel to shape. Gods be praised. Gods be praised. ما عندك؟ ما عنده. بلا عنده ألف أرمور. يس يس حبيبي أنت حبيبي تعال. أنت اليوم يعني كملت هات. أوه ما معيش سعره. لا بلا مع سعره كيف؟ بلا معي هالقد مع سعره حتما مع سعره. واو نايس 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 شكرا. تعال نغير ثيابنا قدامك اذا ما عندكش مانع. نغير ثيابنا قدامك. ايوه لا مش هاي هذه هي نحطها بالفيفوريتس وبنشيل هاي من الفيفوريتس. كملت يا معلم كملت كملت. واو ايوه ما عندي ما بحب الثالمر ما بحبونش ابدا. غيرنا شكله سكسوكي وشكل تمام. نايس وعندي مناعة ضد البرد وضد النار. هلا اللي بدي اعمله هو اني ارفع من احاول اني انا اصلح هالعدة هاي كلياتها. تعال تعال فرجيني شو عندك. Gods be praised. Gods be praised. انت مين بتعبد؟ اي آلهة بتعبد؟ هذا شو عاوز بالضبط؟ عندك انت هون عدي. We done. هاي كيف بدي اصلحها؟ بتتصلح بايش هذه؟ ما عندكش انت هون عدي. تعال نشوف. اقعد على هاي. نو ايجوني هذا عاوز بس ما بعرف اذا فيني ما بعتقد فيني اني انا ما بعتقد فيني اني انا ارفع من قوة سلاح عليه ماجيك. يمكن ما عندي البيرك هاي. وهذا عاوز ستيل انجوت. هذا عاوز ستيل انجوت. بس انا مش عارف. I ain't much for talking. Gods be praised. شو الانجوت اللي معك اياها؟ بعرفش هو عاوز مونستون او عاوز شغلة تانية. مش متأكد الالفن ارمور بشو بيتصلح. مش متأكد. وهون المشكلة I'll take my leave then. ما في عنده طاولة لحتى اني اشتغل عليها. والالفن ارمور ما بيقول لي شو عاوزي. بس المهم انه شريت اللي بدي اياه. شريت اللي بدي اياه بوايت رن. وهون الكهف السري اذا بحال حبيت اني اصير مستذئب وينه؟ هيا الكهف اللي ما بدي ادخل له هلا بدهم يحولوني الى مستذئب. We are the children of man. Talos is the true god of man. Ascended from flesh. هذا هو تالوس فوق. The realm of spirit. لو الثالمر بيسمعوك بيجوا بيختلوك.
راح ارجع راح ارجع لهناك واشوف هذا الالفن ارمر شو عاوز. اذا عاوز مون ستون يمكن فيني اشتري من هون، مش عارف. تعال نشوف هاي الطاولة. Refined Moonstone. طيب هذا عاوز طلع Moonstone، كله هذا عاوز Moonstone ما هيك؟ كله عاوز Moonstone. هذا بديش اياه. بس بدي اروح افك سحره. لكان بدنا Moonstone، تعال نشوف إذا هذا عنده Moonstone. إن شاء الله يكون عندك. Welcome to war. Blades, helmets. Pretty much anything to suit your needs. ما عندك مونستون؟ Oh my god. بدي هلا ارجع اطلع لعند شو اسمه مرة ثانية. فيني اخذ هاي انا. بس هاي ما بتعمليش الا يمكن سبيكة وحدة. كم سبيكة بتعمل لي هاي؟ ما بعرف. Good doing business with you. والله شكل اليوم رايح جاي طالع نازل. الستامينا تبعته عم بتقل. إذا ذاكرتي ما بتخوني بأوبليفيون لما كنت بتركض يمكن داخل المدينة يمكن ما كنت بتتعب لما كنت بتركض داخل المدينة أو داخل مكان. لا مش بأوبليفيون، يمكن بلعبة تانية أنا لعبها من قبل. تعال يا معلم تعال. Got a lot of steel to shape. Gods be praised. Gods be praised. أعطيني المونستون تبعك. قد ايه بدنا ناخد؟ اوه ما معيش سعره وهذا غالي كمان. لا يا معلم هذا والله شكله غالي علي. طيب وحده بس، ما فيني اشتري الا وحده. وحده بس اعطيني وحده. حتى وحده ما فيني اشتري؟ كيف؟ اوكي بلا شرينا بس وحدة. طب انا شو فيني ابيعك؟ ما فيني ابيعك شيء. ليديا انت معك شيء فينا نبيعه اياه؟ Still here. فينا نبيعه شغلة زمان. I am sworn to carry your burdens. شو معك؟ هات لنشوف. هذا السيف ما عجبك. هاي بنبيعها. هاي بدها فك سحرة. هاي بعرفش انت عم بتحاربي فيها هذه ولا لا، ما بعرف. هاي خلصت. هاي قربت تخلص. Let's get going then. تعال. Gods be praised. Gods be praised. انت جريمين. جريمين. الجريمين مع مين؟ مع ستورم كلوب ولا مع هذول؟ نسيت. طيب خد هاي. هاي بدي افك سفره قلت. وهذا نو خلاص راح ابيعه مع انه يعني فادني واستفدت منه، بس ما بعتقد مع السعر بعد مش قادر اني انا اشتري. يا ويلي انا اعطيت ليديا ذهبات صح؟ We done. ليديا still here. مش انا اعطيتك بعض الذهب؟ I am at your command. اعطيتك الذهبات، اعطيني اياهم شوي. Let's get going then. I ain't much for talk. Gods be praised. انت ما عندكش غير gods be praised. هلا فيني اشتري كمان وحده وبس.
طيب تعال نشوف. I'll take my leave then. تعال يا. آسف إني أخذت لك ذهباتك. هاي هي طالعين نازلين طالعين نازلين. بعد ما نطور المعدات اللي معنا اياها بنروح بنقابل دلفين وبنشوف شو قصتها شو بدها مني بالضبط. بعدين وين هاي اللي كانت هون بتشتغل؟ شو اسمها اللي كانت بتشتغل هون؟ مش عارف وين راحت اختفت. تعال نيجي على هاي. وهاي ولا مرة اشتغلنا عليها. فيني اني هوني ادوب المعادن الخام واصنع منها سبائك. ف شو عندي انا؟ فيني اعمل كمان سبيكة منهم هدول الاثنين. اها اوكي. ليديا انت شو غيرت ثيابك رجعت لبستي؟ طيب هلا صار فيني اني اقعد اشتغل. تعال نشرح الاشياء اللي عاوز انها اطورها. تعال نشوف شو بدنا نطور. اول شيء هذا ما فيني اطوره You lack the perk to improve. مظبوط. ما فيني اطور الاشياء اللي هي magical items. طيب كان راح نطور ما مشكلة بنطور هذا بنطوره وبنطور هذا وبنطور هذا. اها هاي هي فاين فاين فاين. والاشياء اللي ما في عليها السحر فيني انا اني اجي اسحرها. خلاص يا معلم خلصنا. هذا الداتا الاشياء اللي مثل هاي مثلا. اوكي وهاي وهاي. فالاشياء اللي ما عليها سحر فيني اني انا ارجع اروح اسحرها. بعدين في انا عندي هون اذا بحال رفعت اللايت ارمور انا هاي مش مخده. معقول كاستم فيت اذا بحال كله لابس لايت ارمور بيرفع لي 25% بونس. فليك انا هلا مثلا هون هذه البدله 63 لما اجي اطلع اخذ هاي البيرك كاستم فيت. لا والله ما اخذها فكرت حالي ماني ماخذها. طيب اللي بدي اخذها هي هذه. لا مش هاي. وين اللي انا بدي اخذها؟ في وحده اذا في وحده. لا استمنا ماتشنج سيت هاي هي انه يكون نفس النوع armor bonus if wearing a match set of light armor. يعني يكون كله الفين او كله مثلا leather او كله من نفس الخامة. بس هاي بدي اوصل على 70. عشر بالمية اني اتجنب كل الاصابات. واو مين بيعلمني باللايت ارمور؟ بريفتن. بريفتن بيعلموني باللايت ارمور. تعال ليديا يلا مع السلامة. بريفتن بيعلموني باللايت ارمور. شو عم بصير؟
ساعة هلأ سبعة يعني على ثمانية تقريبا بنوصل على ريفر وود بنقابل دلفين بنشوف شو أخبار المهمة التالية اللي بدنا ننفذها ومننام بريفر وود بنفس الوقت بنستأجر غرفة ومننام مع انه حابب اني بصراحة خلينا نروح نسوي هاي المهمة ريدورانز ريدفيتش تعالي لي تعي هاي الطريق من وين بدي اخدها اوكي تعي من وين بروح بدها الطريق هاي يعني مش كتير بعيدة فراح اروح اخلص المهمة هاي وبنرجع على وايت رن بنرجع السيف للعم عمران اسمه عمران ولا عمرين بعرف شو اسمه وبنرجع بنروح على ريفر وود وبنقابل دلفين بنكفي القصة الرئيسية هاي القلعة اللي قدامي هي هاي فورت غريمور فأنا عاوز أروح شوي على اليمين تنلاقي هالطريق ما عندي فكرة شو ناطرني بالمكان اللي راح اروح عليه هلا هذا هو الطريق الرئيسي وصلنا له وصلنا على الطريق هذا هلا اخذناه يمينا وبدي الاقي طريق على الشمال وهذا واحد جديد معاه بقرة بدي يروح يقدمها للجاينتس إذا بحال حكيت معه لهالشخص وسألته ليش ماخد بقرة لعند الجاينتس بقدموا له إياها مثل يمكن هدية لحتى الجاينتس ما يهاجم المزارع تبعتهم في نوع من ال يعني الاتفاقية هيك بيناتهم إنه إحنا عم نعطيك قاعدين شغلة بالمقابل الجاينتس بيتعاملوا معهم بشكل جيد وهون لما تشوف هالحجرة هاي بالطريق بتعرف انه في طريق من هون هات لانزل على الحصان حتى اعرف انزل ايوه وينه هذا هلا انا بالليل ماني شايف مزبوط مفروض انه هون في محل انا هون يعني قربت عليه بس مش شايف شي شايفين شي مدخل وين هو هذا؟ هناك في اشي يعني هذا مثل مخبأ اللصوص بيجوا بيتخبوا فيه مثل ما شايف صعب انك تبقى هي ريدورانز ريتريت تعال ليديا معاي السيف العجيب الدون بريكر تعال نشوف بنكفي بالحلقة اللي بعدها